السلام عليكم خوتي، هاني لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. هذا هو في براشو سيتي اكزاكتلي في السونتر. اليوم ان شاء الله يكون عندنا فلوق اللي ما كنظنش ان شي واحد يكون من قبل دارو، اللي هو يدخل الكنيسة قديمة مهجورة، فهمتي؟ يعني ردوها نفس المتحف ماشي مهجورة، هي هادي سميتها الكنيسة السوداء. غنشوفو فيها الداخل اكبر بيانو، يعني مثلا بيانو في تقريبا في اوروبا، يعني من اكبر البيانو اللي موجودين، يعني قديم، بيانو قديم. بغينا ندخلو ليها ونكتاشفوها اليوم. كنظنش ان شي فلوغر تقريبا عربي ولا مسلم دخل يعني دخل الكنيسة، وهذا اللي بغيت صراحة اللي بغيت نديرها. بغيت نشوف الداخل ديالها اشنو فيه. ما فيهاش طقوس يعني صراحة، من أنا بحال ميوزيوم، ولكن في نفس الوقت بغينا نكتشفوا كيفاش يعني الناس. بالنسبة لي أنا شي حاجة، يعني شي حاجة اللي جديدة غادي نكتشف. هاد سميتو التشيرش، هي سميتها بلاك تشيرش، اللي كانت هادي تحرقت من قديم وعاودوا داروها مرة أخرى، ولكن ملي عاودوا رموها وقادوها بقات كحلة. دابا غير مع الضو ما كيبانش مزيان، بقات كحلة. سو سموها البلاك تشيرش، الكنيسة السوداء. وهي قديمة من قديم، يعني من قديم 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 الزمان، اللي معتبرة من الكنائس القديمة في أوروبا، خصوصا في رومانيا هنا بمدينة براشوف. فخلينا نكتشفوها وحنا معاكم. شوف شكون اللي معانا بعد نسينا. دان دان. المهم خويا دخلنا هنا للستور. ستور ديال لي سوفونير، مخلص فيه كلشي. ستور زوين ديال لي سوفونير. المهم لي تيكات خديناهم من هنا. هما هادو جوج ديال لي تيكات، 30 درهم 15 درهم 15 درهم التيكات. اوكي باش ندخلو. المهم هنا كاين بزاف ديال لي بروداكت. المهم تقريبا كله هاند ميد. انا غنطول الكاميرا وغتشوف كله. خو دخلنا قال لك ممنوع تصور، ولكن غنصور فهمتي. غنحاول انني ما نبقاش ندير التليفون يعني على وجهي، غنحاول ندور للجهه الاخرى. فسمحوا لينا اخوتي، انا لو ما غنبينش وجهي بزاف، غنحاول ان ندور التليفون للجهه الاخرى لان ممنوع. اوكي يلا خليكم معايا. المهم اخوت هذا هو الباب اللي دخلنا منه. هنا كاين رسومات ديال ما عرفتش بالضبط، ولكن رسومات على هذا. اوكي يمكن رسومات الفوق، المهم التماثيل ديالو ما عرفتش. نحاول هنا نوريكم الشكل ديالها كي داير. هذا البلايص كي نجلسوا هنا وكيصليو ولا اي دون اكزاكتلي. كنحاول دابا انا بعدت على دانيال، لا لان انا ممنوع نصور. كنصوروا غير تخبيه دابا، هلا كنصوروا غير بالتخبيه. اوكي this boat is not in use. اوكي يو كان نوت سيت هير، ما تقدرش تجلس هنا. حنا ندخل لهاد البلاصه نشوفوها شنو فيها. اوكي هذا شي بابا عندهم، شي بابا شي لعيب عندهم. هنا التاريخ ديالها كله، الرومانيان لانجويج، الكتابات هادو قدام محفورين. نشوفوا هذا. المهم داك الشيء التقاليد ديالهم والعادات كاين بزاف. البيبان كلهم من الحديد. شوفوا من الفوق كي دايره الشكل ديالها من الفوق. دانيال دخل للداخل، حنا غنحاول نشوف انا من بعيد. نحاول نشوف داير الشكل من هنا، الابواب القديمه كيفاش كانت. اورايت من الفوق. وي كان جو اب. سادينو هذا ممكن كيطلع الفوق، سادينو بحال دراج صغير. This is what Daniela. Watch this. People sitting. Also singing. There. All are singing. Where? Where there? Here. Okay. For the last خوت قال لك أن هنا
الفوق كيطلع، انا غنحاول نمشي للجهه الاخرى، كيطلع الفوق وكيدوي مع الناس يعني البريس يعني القص، كيطلع هنا الفوق وكيبقى يدوي معاهم. اوكي، وهاد البلاصه هنا اللي كيجلسوا هنا يعني بحال دوك حنا مثلا القراء ديال مثلا كيجي كيقراو كيبقاو يديروا سينغين يعني كي بحال التجويد عندنا هنا، هما كيسموها تما سينغ اكستيمال سينغين يعني دي ستارت براي يا هي دي ار براين براين وركين بحال الصوت ديال بابا عرفت نفس هاللويا دريز يعني بهذه الطريقه. اوكي خلينا نشوفوا البلايص الاخرين انت ديري دابا صافي. المهم اخوات هذا هو البيانو اللي كنت نقول لكم عليه، البيانو الفوق من اكبر بيانو، ما عرفتش واش يمكن لينا نطلع الفوق ولكن اتس اميزينغ، من اكبر بيانو موجود قديم. هنا فين كيجلس الخصيص عندهم بالضبط، صراحة يعني الشكل ديالنا عمري ما دخلت، انا اول مرة كندخل، اول مرة كندخل البلاصة يكون فيها يعني الصلاة. اوكي يا ذيس از ذا بيانو اي اوريدي قلت لهم البيانو، وهذه هي البلاصة اللي كنقول لكم الخوت بحال بحال الشكل اللي كيطلع فيها فوق تخينا كيبقايس كيبقايس اي نو اي نو اي شو ذا اوريدي ذيس از ذا بليس وير ذا بريس هي ستاي اند ذا بريير كيست. هذه هي البلاصة اللي قلت لكم شوفوها بحال صغيرة، راه هي صغيرة في القنتر على البودرة، هذيك هي اللي كيصلي فيها، هي كيجي مثلا كيخطب فيها على على الناس اللي كيجلسوا هنا كيصليو. اوكي اند ذيس از ذا بيانو، هذا هو البيانو اللي قلت لكم اكبر اورغ 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 سوري اورغ بيانو اتس سيم ليتس سي اتس نوت ذا سيم بات اوكي داني كان يو كان يو تيل اس وات از ذيس شنو هاد الصور هذا ذيس از ا بينتينغ about a wedding. Thinking about the wedding? No, about the wedding when the wine was finished and Jesus multiplied the wine. قالك هذا الصورة هي اللي كتقول أن توحي بأن في أيام عيسى عليه السلام بالنسبة لهم كأرثوذكس هذا هو الوقت اللي كان عيسى اللي كان قرأ على يعني قرأ على الواين هو يعني الخمر. ولكن الواين هو الروج حنا كنسميوه بالمغربي الروج، فقرا عليه فكثر ولا بزاف فالناس كانوا يقدروا انهم يشربوا منه، هذا هو المعنى ديال التصويره. عجبني الابواب كيفاش حاطينها كيفاش كلش اميزين. شوفوا معايا هاد مثلا هاد البلاصه هنا اوكي واو وات از ذيس داني What? Some scent. Scent. Okay. هذا بالنسبة لهم كأن ميهايل and Gabriel. واحد اسمه ميهايلا واحد اسمه Gabriel. بالنسبة لهم هذا scent يعني هي بحال نقول حنا السيد عندنا مثلا angels. Okay. Angels. Okay. We can say angel. What you say scent? Scent is different. Okay. Alright. شوف المنظر هنا. كاين كاين بيانو صغير يعني اورغ هنا صراحه ماشي بيانو اورغ واحد ثاني خلينا نشوفو مازال باقي ما يتشاف. المهم اخوت حتى واحد ما جاو معانا، انا كنت في الاول مع قال لك ممنوع هذا ممنوع التصوير هنا، فحتى واحد ما جاو معانا كاين الكاميرات وكلشي، ولكن الحمد لله من يقول معنا حتى واحد انا كنحاول نفلوغي. غادي يجيو عندي غادي عندي واحد التليفون اخر غادي نبدل وغادي يجيو عندي نخشي التليفون لداخل يقول لي عطيني نجبد لي التليفون الاخر. القوالب دائما عارفين مش مرة حبسوني كنصور التليفون من كيجي عندي كنخشي لداخل في الصاك كيجي يقول لي نقول لها التليفون هاك شد ما كيبقى ما ياخد. المهم شوفوا البلايص انا غنحاول ندخل لهاد البلاصة نشوفوا شي شنو فيها. هذا قديم اما الحوتات قديمة this is very old and this is Jesus Jesus yeah اوكي ريد ريد انت الاسم اي تين اتس سيميلار هاد المنحوته بالضبط نشوفو دانيالا ثاني واتس ذيس اوكي. المهم هاد اللغه هادي دانيالا ما فهمتلاش لان اللغه اوا بدا الاورغ بدا خدام
كتسمعوا؟ المهم عند اللغه الماجير هي ما عند الماجير هما الهنغاريين، لان في ترانسلفانيا كانت محتله من طرف الهنغاريين، فكان هنغاريا او الامبراطوريه الهنغاريه كيف كانت في القديم. فبالنسبه لهم فيهم اغلبيه البلايص هنا في ترانسلفانيا، في مقاطعه ترانسلفانيا اللي كتشمل بزاف ديال المدن، فهو براشوف منهم. فكان كتلقى بعض المرات ان بالمخطوطات ولا شي حاجه مكتوبه باللغه الهنغاريه، فظني ما عرفتش، كنا بغينا نعرفوا شنو التمثال شكون كي ما عرفناش. كنا ندخل لداخل نشوف، ورحت ندخل نشوف هاد المنحوتات. What is this داني؟ This you cannot understand this language, yeah? It's Latin. Ah, it's Latin. Ah, Latinia, اللغة اللاتينية. I was thinking that. Different names for different people that are mentioned in the prayers that founded this place. Judicis, Infomont, Crescini, Corrigiator. Yeah, the people they was here as a priest. Not necessarily. Yeah. The ones that paid the money to. اوكي، هادو هما الناس اللي كانوا دفعوا الفلوس يعني باش تبنات هاد التشيرش، يعني باش تبنات هاد الكنيسة. معنا مترجم، صحة زوينة تكون معاك مترجم يقول لك كل شيء. اوكي، هادو هما الناس ديالهم. This language is different than yeah. Nobody can understand. صعيبة. المهم خوت تقريبا تسارينا كلها، البلاصه كلها تسارينا. انا هادشي هادشي اللي كاين صراحه، انا زوينه. عمري ما دخلت في كنيسه في حياتي تقريبا، هذه اول مره، ولكن هذه اصلا متحف يعني ما بقاتش، تقدر تكون في الوقت القادم دخلنا للبلاصه. انا البلاصه ما شفناهاش تقريبا، سالينا كل شيء، رجع المرة الثانية. شكرا لكم الخوت، واللي دخل أول مرة القناة عندي ما يتنساش يتابونا معنا، شي ابوني زوين من عندكم اللي عجب القناة فضلا ولا أمرا، وشي لايك زوين وشي كومنتار من عندكم، ولا بغيتو ديروا شير باش تكبر القناة ديالنا. ثانك يو سو ماتش، ونخليكم مع آخر لقطة. باي باي الخوت.